السلام عليكم طلاب، كيفكم؟ كيف أحوالكم؟ وياكم الأستاذ المدرس المساعد أياد عبد الإمير حسن، التدريسي في كلية الرشيد قسم علوم الحياة وقسم التحليلات. طلاب، بالفيديو السابق اللي قبل هذا تكلمت باللغة الإنجليزية، شرحت الـ introduction to like، شرحت استخدامات لايك باللغة الإنجليزية. هذا يونت 6 طبعا بالكتاب مالكم ستودنت بوك. بهذا الفيديو سوف أتكلم في اللغة العربية لتكون واضحة للطلاب الذين يريدون الشرح يكون باللغة العربية حتى يكون أسهل لهم. هسا عندنا introduction to like. إحنا لازم نعرف like هي شنو وشلون نستخدمها حتى وراها نقدر نشرح القواعد اللي تجي عليها أو الجرامر اللي تجي عليها. like ممكن أن تكون فعل or حرف جر، يعني مرات تجينا فعل بالجملة like، مرات تجينا حرف جر. إذا جتنا فعل، إذا جتنا فعل يمكن هي يعني ممكن أن تتبع ب ing أو to، يعني تيجي وراها لو ing لو to. أحيانا تغير المعنى، يعني بالمعنى يكون متغير. example مثلا، هذا example مثال عليها، يعني عرفت ايش دا اقصد. إذا جتني لايك يا ما تجيني فعل يا ما تجيني حرف جر. إذا جتني فعل احتمال يجي وراها ing مثل هاي الجملة، أو يجي وراها to مثل هاي الجملة. وراح نشوف I like going out at the weekend. I like going out at the weekend، يعني أنا أحب أطلع بنهاية العطلة أو بنهاية عطلة الأبوس نهاية الأسبوع أو العطلة بنهاية الأسبوع. هاي هنا general enjoyment، general enjoyment. أوكي، another sentence or another example we used، هنا أنا استخدمت like، بعدها جت to وراها فعل مجرد. I like to sit in a hot bath and read. هنا جتني عادات habits or preference or تفضيلات، يعني لو ما عادة ما تفضيل أفضل، بس هنا جتني يعني general enjoyment، يعني إحنا نقول استرخاء، أو يعني استرخاء يعني أنت تفضل دائما أو كذا أو متعة، خلينا نقول أو استمتاع بالوقت. هنا عندي استخدام اللايك as a verb has person as the subject. هنا راح استخدم اللايك كفعل، بس هذا الفعل إيش بيه؟ عنده يعني اللي قبله يجي subject، أوكي، وهذا subject يفضل فد شيء، يفضل هنا فد شيء شدتني. For example I like modern art، يعني أنا أحب الفنون أو الفن الحديث. وهنا جت بالنفي، أقدر أسوي نفي، أستخدم النفي ويا لايك بات، يعني هنا أنا هنا جاني لايك فعل، ترى ماين فيرب فعل أصلي، فما أقدر أنفي نفسي، لازم أجيب فعل مساعد مناسب. بما أنه بمضارع بسيط لازم أجيب الدونت. هنا راح يصير I don't like the way he looks at me، يقول أنا ما أحب الطريقة اللي هو يباوع علي بيها. هنا ما قدرنا نقول not، جبنا don't نفينا بيها اللايك، لأن هنا لايك جت فعل. إحنا مو قلنا قبل شوية تيجينا يا ما فعل يا ما يعني حرف، هسه جتني هنا فعل ونفيناها بالdon't. ليش؟ لأن جاء الفاعل جمعي وعامل معامل جمعي اللي هو الآي. أسويها question، أقدر أسوي لايك ويا question، ولهذا جبنا do لأن هي عندنا مضارع بسيط، أقدر لأنها ما أقدر أسويها question الجملة إذا ما عندي فعل مساعد يسوي لها question. For example do you like fish، هنا دي يسأل هل تفضل السمك، تحب السمك. إذا أستخدم المودل بير، المودل بير مثل الود، هم نصير بداية الجملة الاستفهامية، سير would you like a coffee، would you like a coffee، هل تفضل القهوة. هسه راح أستخدم لايك مثل ما أستخدمها كفعل أو كسوري كحرف جر، قبل شوي استخدمناها بهاي الصيغة، استخدمناها فعل، هنا راح استخدمها كحرف جر، لكن هذا الحرف الجر يجي وراء مفعول به، الحرف الجر يجي وراء مفعول به. مثل ايش؟ مثل هذا المثال she is wearing a hat like mine، هي تلبس قبعة مثل مالتي. mine هنا جاني مفعول به، mine مفعول به، مفعول به مال من؟ مال I مالتي. اوكي like mine. He is nothing like his father، هو لا شيء مثل أبوه. هنا جت شنو؟ his father جت object يعني مفعول به، واضح؟ هنا هسه راح استخدم الوات، يجيب نهايتها like
بالجملة الاستفهامية حتى أسأل على فد شيء، بس أنا الوقت ايش راح تجيني وراها؟ إذا جاني احتمال تجيني إز ذا الفاعل المفرد أو واز ذا الفاعل المفرد ذا بالماضي نحكي، والآر ذا نحكي بالمضارع إذا جمع الفاعل، وير إذا كان الفاعل، إذا كان الفاعل جمع بس بالماضي، وبالنهاية لايك وعلامة كويستشن مارك. بس هنا يقول لك احنا نستخدم الوات ويا اللايك حتى نسهل على فد انطباع، اوكي، او طبيعة الانطباع مال، يعني انطباعات عامة للناس او اشياء، او نسهل على وصف، اوكي، او بنفس الوقت هم انطباع او مقارنة بين، يعني مقارن بين شيئين، او نقارن فد شيء ويا اخر. مثل ايش؟ مثل واتس ذا هيلث سيرفيس لايك ان يور سيتي، هنا دا يسأل على الخدمات الصحية في المدينة. السائل يسأل المستمع يقول له شنو هو او كيف او شنو وضع الخدمات الصحية، شنو عندي ما انطباع الخدمات الصحية، او بدي اوصف له هالخدمات الخدمات الصحية بالمنطقة مالته. Another example، What are the new students like؟ هنا السائل يريد من المستمع يوصف له الطالب الجديد وين بالقسم مالته او بالشعب مالته. بس لا يعني، لكن احنا نلاحظ ملاحظة، هنا ملاحظتين. الاولى تقول احنا نستخدم الوصف او للانطباع عندما اقول، يعني بالجواب راح يصير يقول لي with description of or an impression we don't use like in the answer. يعني اذا سألني واحد باللايك اكو حالة ما راح اجاوب، يعني بالجملة يصير ما عندي اضيف لايك بيها بالجملة. ليش؟ لان هو بيها وصف or impression. شلون؟ For example what is London like؟ هنا اريد ما عندي اوصف له لندن، ما راح اجاوب هنا لايك، اقول it's quite big city مثلا، او اعدد بس ما اقول بيها لايك. ليش؟ لان هو عندي راد وصف or انطباع. الملاحظة الثانية يقول with comparison بالمقارنة we can use، احنا نقدر نستخدم like in the answer. شوف قبل شوية بيمن بالوصف ما استخدمنا like بالجواب، هنا أنا بالمقارنة نستخدم like بالجواب. بس like ايش تعني هنا؟ تعني it means similar، it means similar to، يعني تعني لي نفس، يعني متشابه or same as، يعني هم في شيء يشبه. مثل ايش؟ مثل what Amanda's daughter like، يقول اذا يسأل على بنت اماندا يقول لك يعني مواصفاتها، يقول لها هي تشبه امها، she is just like Amanda، هي تشبه اماندا. اوكي، هنا عندنا راح نستخدم ال how بال question sentence، او what بالاخير تجيها like و question mark. بس لازم نفهم شنو قبلها فتشي. يقول sometimes we can use what we like or how we، يعني بالجملة الاستفهامية، but they are not same، بس انه ما متشابهات. يعني نستخدم ال how وال what بس بيهن اختلاف. شلون راح تصير الاختلاف؟ يقول what وال like تسأل على فد مواصفات عامة الموضوع او شيء، مواصفات عامة الموضوع او شيء، هاي من هي what وي like. بينما ال how تسأل من على من؟ على شعور الشخص، personal feeling. إذا أنا خليك بد مقارنة حتى تفكر بها بين هذين الجملتين، على هذا الشرح اللي بدنا نحكي شلون نستخدم ال how وشلون نستخدم ال what. شلون نستخدم ال how sorry وال what. أوكي، هنا what وراء من نهايتها like، و how من نهايتها question mark ما وراها like. هنا شلون نستخدمها؟ باوع، how was the film؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا ال how عليها من تسأل، الهاو عليها من تسأل ask for personal feeling، تسأل على شعور. هو شو يقول؟ يقول له how was the film، شنو شعورك او شنو يعني انطباعك على هذا الفيلم، شعورك شنو، كان good or bad؟ قال له it was great، انطباع مالته قال له it was great. but if I ask، اذا انا سألت what، شوف what was the film، هنا اشرح شيء منك اريد objective description، اذا عندك يعني خلينا نقول انطباع عام او يعني وصف عام لهذا الفيلم. ايش قال لي؟ قال لي it was very funny and had a very good actors in it، هو كان كلش يعني فد شيء ممتع بنفس الوقت، هو بي كانت او كانت هناك شخصيات كثيره. هنا انا عندي هم استخدام للهو،
اكوش كم استخدام بالجرامر الهاو راح نشرحها على السريع. How is used to ask about the personal conditional or condition, يعني على حالة الشخص, of something that can change, على أشياء هي تتغير. مثل إيش؟ يقول هنا نسأل, يقول نسأل بالهو حتى نسأل, يعني نسأل بالهو حتى شنو؟ نسأل على حالة الشخص اللي هي أو الشيء اللي ممكن يتغير. مثل إيش؟ أقول له How is work these days, شنو شلون نعمل بهالأيام, شلون نعمل بهالأيام. وبنفس الوقت أقدر أسأل بالهو حتى أسأل على people's health, أسأل على صحة الناس. أقول له مثلاً How is your health, شلون صحتك, أو أقول له How is Peter, يعني شلون بيتر, كيف حاله أو كيف صحته تجيهم. Also we can use, also we can use, or we can use how to ask about reaction, حتى نشوف ردة فعل الشخص على فد شيء. مثلاً أنت قاعد بمطعم وأكلت, جاك الويتر قال لك How is your meal, How is your meal, ها سالمًا سأل على الوجه وانتك كيف كانت, فصارت لازم انت ترد له, سأل عندك رياكشن هذا اذا كان good or bad you will answer him. هذا الشرح طلاب كان باللغة العربية على استخدام اللايك, يعني عرفنا عليها واستخداماتها باللغة الانجليزية. بالفيديو السابق مثل ما تكلمت لكم كان الشرح باللغة الانجليزية, وراء هذا الفيديو تابعوني فيديو آخر راح أشرح لكم بالكتاب مباشرة, يصير تصل مباشرة على الكتاب وعلى النشاط حتى نحل التمارين المهمة البي واللي أحلها هي هاي مهمة كلش. وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق, وإن شاء الله نلتقي بأقرب وقت بالكلية ونشوفكم بخير وسلامة. تحياتي لكم جميعاً.